الطريقه اللي انا اتبعتها الحلقه اللي فاتت، وانت يمكن تفهمها اكتر علشان انت يعني بص كل بتوع العلوم بيفهموا اسرع شويه في حاجات كتير. يعني انا رايي كده، هو احنا عشان بنشتغل يمكن حاجه اسمها ايفيدنت بيزد، اللي بس هو بالظبط. ما يبنى على المعلومه او العلم يعني. وعندي حقائق، وعندي يعني انا كمان بقول ايه، القضيه اللي احنا فيها، اللي خايف من البلبله ما تفتحش عشان البلبله، واللي خايف مش عارف من ايه، لان الطبقه دي او الفئه دي، ودي كلمه مش عيب يعني، انا بمدحهم على فكره، الطبقه دي او الفئه دي ما يعرفوش يقولوا انا غلطت. لكن انت في المعمل اسهل لك تقول انا غلطت. يعني انا في معمل الطبيعه مثلا اللي هي الفيزياء، الجيولوجيا او الفيزياء، لو وصلت كهرباء من غير ما المعيد او الاستاذ يراجع، افجر الكليه. فانا احسن لي اقول ايه، ما اعرفش. يعني انا لما اجهز التجربه الكهرباء، اقول له تعالى راجع ورايا. تعالى راجع وحط انت الفيشه. واحنا عندنا في الجراحات كده ما انا بقول يعني، لك في الجراحات احنا اتعودنا اكون كل شغال مثلا. دراسات، كل اللي درسوا علوم او درسوا علمي عموما، يعني ما عندناش عيب ان احنا نقول ما نعرفش. نعم، ده بالعكس، ده اصون وامن انك تقول ما اعرفش. معمل الكيمياء انت تقدر تحط حاجه مش مكتوبه في التجربه، نقطه، النقطه دي تفجر المعمل. فرقعه. انت فاهمني؟ فاحنا اتعلمنا نقول ما اعرفش. لا هما، لا هو عارف كل حاجه. بالظبط. يعني ما فيش سؤال تساله له ما يجاوبش، ما يقولكش طب سيبني لبكره. لا هو عارف كل حاجه. فده طبعا دليل على ايه؟ ان انت بتلقن، هو تلقن وعايز يلقن. فانا الحلقه اللي فاتت عايز اعلم ولادنا ايه؟ انا محمد هدايه لو قلت لك حاجه راجعها ورايا، ما تسلمش. وهثبت لك النهارده من اكبر مفسر عندنا احنا اهل اللغه كاتب ايه، واخليك انت اللي تقراها في التفسير. هل انا لما انا قريت النقطه دي وافقت عليها؟ لا. طب تعالى بقى اشوف كل زمايلنا وافقوا عليها وكاتبينها عندهم بالنص. يعني اجيب لك رسالتين دكتوراه بالنص من ده، بين المسطره. طب الجديد ايه؟ يعني انت لما تاخد من استاذك نفس فكره، فين الجديد؟ ولذلك انا بقول المكتبه الاسلاميه من 500 سنه زي ما هي. انت بتسمع غير الرازي والالوسي والطبري والبيضاوي، ما بتسمع اسامي جديده؟ لا، هو كوبي بيست زي ما قلت يعني، بس باخد وانقل، باخد طب وانقل. ايه القيمه؟ ثم ده كتاب ربنا، ده القران. القران مطلوب من شيخ يلقن تلاميذ ولا مطلوب من كل الناس؟ يعني اقرأ كتابك كفى بنفسها اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتابك ده اللي هو كتاب أعمالك، اللي حاسبك بيه على كتاب أعمالك مش القرآن. نعم. يبقى أنت دلوقتي، طب اسمع دي، أفلا يتدبر الأزهر القرآن؟ أفلا يتدبر الشيوخ القرآن؟ أفلا يتدبر العلماء القرآن؟ لا، أفلا يتدبرون القرآن. مين بقى يتدبرون؟ كل من قال أني أوافق على هذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يتدبر. هتقول لي ده في ناس جهلة. التدبر ملوش دعوة بالجهل والعلم، التدبر له دعوة بالكتاب. الجاهل ده مش بيصلي وحافظ كام آية يبقى يتدبر. وأقسم بالله لن تتحرك هذه الأمة للأمام طول ما في الفكر ايه؟ عماد قال، يبقى اوكي خلاص. يا راجل ده مره في الازهر بقول طب الشيخ كده بيغلط، قال لك انت تقدر تناقش الشيخ في كده؟ الفكر الكهنوتي اللي هو الدين الاسلامي يرفضه اصلا. انا بقى مش هجيب اسامي ولا هجيب حاجه، انا هشتغل شغل عبط النهارده بقى. يعني ايه عبط؟ هفسر زي ما انت يعني. انا عايز اقول لك، هسالك سؤال والوجه الله ما لا، بس انا تجاملنيش. مركز معاك يا دكتور محمد، ما تخافش عليا، مش هتضحك، اوقعك والله، مش هتضحك عليا والله لما والله كنت صايم وضحكت عليا يا باشا. بص دي خد بالك، دي ده خبره طبعا. يعني انا متعود على كده. ليه؟ التلميذ لما تقرصه مره طبعا يفوق مدى العمر. يعني انا متاكد من الحكايه اللي انا حكيتها، صدقتوني وتمام التمام وماشي. لما جيت قلتها لكم عجبتك ولا لا؟ بما يرضي الله بقى. لا، اقتنعت بيها.
مكتوب بقى. ولا هثبت لك النهارده حاجه وهوريك مكتوب ايه. والله الذي لا اله هو في جميع التفاسير. والله في جميع التفاسير. وده احدهم. افتح شوف قايل ايه. سيدها يعني مين؟ زوجها. في جميع، بص بقول لك ايه، في جميع التفاسير سيدها اللي هو ايه؟ زوجها. انا هثبت لك النهارده انه يستحيل يكون زوجها.